والاتحادات. لجنة الحكام عينت امبارح شخص اسمه علي فاروق زكي فاروق اسمه ايه؟ محمد فاروق اخو زكي فاروق علي فاروق ايا كان اسمه. هو ما ظلمش الزمالك، هو ظلم نفسه وظلم المباراة. انا لذلك لما بتفرج على الماتش انا كنت بتفرج في البيت، لان ليا طقوس معينة كده بحب ابقى لوحدي كده يعني. انا تصورت ان دي مباراة كرة نسائية، كل لاعب يلمس لاعب فاول وكارت، هو كارت في الماتش. انا بقول هذا الحكم لن يحكم لنادي الزمالك مرة اخرى، خلاص الماتش فات بكل ما فيه. علاقتنا بالنادي